تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. رفع سموه فيها إلى مقام جلالته السامي أسمايات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، مقرونة بخالص الأمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على جلالته وهو ينعم بالصحة والسعادة وطول العمر، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. داعينا الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة المباركة أن يحفظ جلالة الملك المفدى وأن يحقق ما يتطلع إليه جلالته لوطننا الغالي وأبنائه الكرام من تقدم وتنمية مستدامة، سائلا سموه المولى العلي القدير أن يحفظ وطننا العزيز آمنا مطمئنا وكافة أبنائه والمقيمين على أرضه تحت القيادة الحكيمة لجلالته أيده الله. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعرب جلالته فيها عن خالص شكره لسموه على تهنئته بحلول عيد الفطر المبارك، دارعا إلى الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه وعلى مملكتنا العزيزة وشعبنا الوفي والأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات، وأن يرفع عن البشرية جمعاء هذه الجائحة ويسبغ على عباده نعمة الصحة.